ترك سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله تراه إرثا كبيرا من الإنجازات الإنسانية في شتى بقاع الأرض، شهد بها القاصي والداني وحظيت بالاحترام والإجلال من قبل العالم أجمع، وخاصة من قبل مجلس حقوق الإنسان الذي وقف دقيقة صمت تعبيرا عن الحزن لفقدان قائد العمل الإنساني. قادة المنظمات الإنسانية ومجلس حقوق الإنسان أعربوا عن حزنهم الشديد لرحيل سموه مستذكرين مآثره على صعيد حقوق الإنسان والسلام العالمي. أدعوكم السيدات والسادة للوقوف دقيقة صمت إجلال وإكبار وترحما على روح الفقيد. إجماع نادر لف قاعة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حزن بدا واضحا في الوجوه ودقيقة صمت وقف خلالها مندوبو الدول والمنظمات الحاضرين في جلسة مخصصة للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، حدادا على من يعرف بأمير الإنسانية نظرا لما أرساه من سياسات متزنة وحكيمة في مختلف الأزمات الإنسانية التي تشعل العالم. يوم أمس تلقينا خبر وفاة أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح جابر الأحمد الصباح. لقد كان المغفور له رجل دولة بإنسانيته وعدله وإنصافه، خاصة في دوره في بناء الكويت والدفاع عن سيادته، وكان بحكمته المدافع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية وفي القلب منها فلسطين، وكان قائد الإنسانية والرحمة، له الرحمة. وتعازينا إلى الشعب الكويتي وحكومته الرشيدة وإلى الأمير الشيخ نواف الأحمد الصباح. الأمير الراحل ترك بصمات أعمال خير تقدرها عاليا المنظمات الإنسانية، عكسها مشهد الإجلال في مجلس حقوق الإنسان. بعد ذي بدء أنتهز فرصة التحدث وتقدم باسم المجموعة العربية وباسم دولة الكويت أيضا على وجه الخصوص بخالص الشكر على ما حظى به المغفور بإذن الله أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد في هذه الجلسة من تقدير في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على مكانة المغفور له على الصعيد الإنساني العالمي. فشكرا لكم سيد الرئيس. ما شاهدنا اليوم في مجلس الأمم المتحدة حقوق الإنسان من مظاهر الحزن ووقف كافة الدول الأعضاء والمراقبين والمنظمات الغير حكومية والمسؤولين الدوليين في هذا المجلس الأممي المهم الذي يطلع بأدوار هامة على صعيد قضايا حقوق الإنسان وعلى صعيد الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية في العالم، وقف دقيقة صمت حدادا لروح المغفور له بإذن الله، المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. اليوم أيضا ما شاهدناه في مقر الأمم المتحدة من تنكيس الإعلام ومظاهر الحزن البادية على وجوه الحقيقة كافة الأجهزة في الأمم المتحدة، له لا يؤكد على دور الإنسان الكبير والأرث الذي تركه صاحب السمو والمغفور له الشيخ صباح الأحمد جابر صباح. قادة المنظمات الإنسانية كمدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عبروا عن حزنهم بكلمات مؤثرة على صفحاتهم الخاصة بفقد سند حكيم ومعطاء في مختلف الأزمات الإنسانية، والأمم المتحدة في جنيف نكست علمها حدادا. أعلام منكسة في مقر الأمم المتحدة ودقيقة صمت في مجلس حقوق الإنسان تعبيرا عن الحزن والأسف لفقدان أمير الإنسانية، لطالما ذكر اسمه في هذا المقر الأممي مقترنا بوقفاته الداعمة للشعوب المحتاجة في مختلف أنحاء الأرض. من مقر الأمم المتحدة في جنيف، دينا أبي صعب، تلفزيون دولة الكويت.